شوفوا الصورة الأخرى. يزيد يزيد يتحمدوش، كان له فضل عليكم؟ كان له فضل. سي كالكان اللي دار سي كالكان اللي كان جستو في الحصة تاعو في سيريال طاقر يزيد حمادوش. نذكر مذيع في الراديو كان ينشط حصة سيريال طاقر لمدة سنوات، هو اللي أعطى الفرصة الكثير 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 من الفرق والشباب من بينهم كاميليون. يزيد سي الله يرحمه دار حوايج بزاف، سي يمد حاجة وقدر يمد حوايج لالجيري دونك انيماتور. سي كالكان كي حب بزاف الخدمة ديالو، حب بزاف الخدمة ديالو، خدمها بهداك لامور. يسو ديبلاسي رغم كاع الأقطار تاع في كل بلاصة في الجزائر، كان يروح يشوف دي زارتيست مام لي جون اللي ما حابينش يغنوا صديقي كونتاكتيوا هما الناس. سي بور لي جون سيتي با ان امي، كانوا يمدوا له دي شونسون يروح يسو ديبلاس يسمعهم يغنوا ويسجلهم ويسمع لي هكا من داك دي تيتر ويقول لي هذا ماهوش حاب يدير كارير ولا يغني برك. كنت تلاقى مع سو دي بلاص ماشي باش ربما وين نتلاقاو هكا يسمع لي دي شونسون مانيفيك تاع دي جون اللي ما حابينش يجوزوا في ليميسيون ولا حابين هو يسو دي بلاص ماشي على جال ليميسيون ديالو ولا على خدمته ولا على جال باسكو عنده ايميسيون يجي فيها لي طالون، مي هو يسو دي بلاص حتى لا ولايه هذيك وين على باله من الاول باللي لا شونسون هذيك ما راحش يجوزها برك هكاك بوغ يحب يشوف الفرحة عند الناس، يحب يشوف الناس فرحانة. انتوما ربما كان بين قوسين من بين الناس اللي ربما كان لها فضل عليكم يزيد يتحمدوش جوز لكم لله. سي كان اللي يحب الغناء تاعنا. سي النهار تلاقيت معاه الخطرة الأولى سي إين موا كونتاكتي حكى لي على لا شونسون لا بون حكى عليها بزاف قال لي سي انكرويابل سي اون شونسون فريمون c'est un style unique. C'est ça fait longtemps que nous sommes en train de faire ça et enfin خرجت حاجه كيما كنت نسناها وقعدت تجي حوايج بزاف et toujours il nous a soutenu et c'est كان يقول لي voilà je suis un fan تاع لا ميوزيك. كيفاش لقيت خبر وفاته؟ ما امنتش النهار سمعت ما امنتش جيتي با لا جيتي ما امنش جا عمبات لي رومور قريت في لي ريزو سوسيو قلت علاش الناس يديروا نيمبورت كوا ما قلت نو ما كاش منها اي ابري بداو عيط للناس هكذا قالوا لي سي فري قلت لهم نو سي رومور ما كاش منها سي با فري حتى من بعد باش الله يرحمه يوسع عليه الله يرحمه توفى في 2018